في غضون سنوات قليلة سيصبح الملايين من الناس حاملين لشرائح دماغية، مما يفتح الباب أمام مستقبل مظلم مليء بالغموض والمخاطر. الملياردير إيلون ماسك المعروف بتنبؤاته الغريبة يفاجئ العالم مرة أخرى بتوقعاته حول مستقبل التكنولوجيا. في آخر تصريحاته أكد ماسك أن شرائح نيورالينك التي تعمل شركته على تطويرها ستكون متاحة للملايين في غضون عقد من الزمن فقط. هذه الشرائح التي يتم زرعها مباشرة في الدماغ البشري لا تهدف فقط إلى مساعدة المرضى على التحكم في الأجهزة باستخدام التفكير، بل يعتقد أنها قد تجعل البشر قادرين على مقاومة الذكاء الاصطناعي المتقدم. ومع ذلك يكمن الخطر الحقيقي فيما قد تحمله هذه الشرائح من تحكم وسيطرة على العقول البشرية. في يناير الماضي تم زرع أول شريحة نيورالينك في دماغ شخص مشلول، مما مكنه من التحكم بجهاز الكمبيوتر باستخدام قوة التفكير. وفي أغسطس تم الإعلان عن نجاح عملية زرع شريحة ثانية، مما دفع بالعديد من التساؤلات حول مدى الأمان الأخلاقي والتكنولوجي لهذه العمليات. ما يجعل الأمر مرعباً هو أن ماسك يؤمن بأن هذه الشرائح ستصبح بديلاً عن الهواتف الذكية في المستقبل، مما يعني أن التواصل البشري قد يتم تغييره جذرياً. الشرائح لن تكون مجرد أدوات طبية، بل قد تتحول إلى وسائل تحكم واستبدال للأفكار والذكريات. العالم يسير نحو مستقبل غير معروف، حيث قد يصبح التحكم في العقول جزءاً من حياتنا اليومية. التقدم التكنولوجي قد يتحول إلى كابوس مرعب، حيث تتلاشى الحدود بين الإنسان والآلة، ويصبح الدماغ البشري ساحة لتجارب غير محدودة.